أحدث فوز المنتخبين السوري والفلسطيني وتأهلون للدور الثاني من كأس آسيا 2023 حالة من السعادة الكبيرة والهستيريا بالشوارع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر الجمهور عن سعادته من خلال مشاركة صور اللاعبين ومقاطع الفيديو للأهداف والاحتفالات يلي رافقت الفوز. قام العديد من نجوم سوريا بالمباركة للمنتخبين السوري والفلسطيني، حيث عبر سلافة معمار عن فرحتها بالفوز عبر ستوري نشرتها على حسابها بإنستغرام، وهي صورة النتيجة النهائية لمباراة سوريا والهند، وكتبت نسور سوريا. أيضا سلافة وخرجي نشرت صورة لنتيجة المباراة واحتفال الجماهير عبر الانستغرام وكتبت نسور قاسيون تحلق في سماء الدوحة. كما نشرت صورة أخرى لفرحة اللاعبين الفلسطينيين بالفوز والتأهل لتأكد محبتها للمنتخب الفلسطيني. أيضا بدوره نشر طلال مارديني نتيجة فوز منتخب بلاده 1-0 على المنتخب الهندي عبر ستوري حسابه على انستغرام، وشارك صورة أخرى بتبرز تأهل المنتخبين السوري والفلسطيني. أما مصطفى الآغا فقام بالنشر على حسابه بموقع إكس معربا عن فرحته بفوز المنتخب السوري وكتب قليل من الفرح هو يحتاجه السوريون وهذه المهمة حققها منتخب سوريا كأس آسيا 2023 قطر.